طيب الآن أمامنا بيئة إكليبس. طبعا بيئة إكليبس هنستخدمها زي ما ذكرنا لبرمجة تطبيقات أندرويد. أول حاجة تسويها طبعا البيئة فاضية أمامنا، فايل أو عفوا نجي هنا فايل نيو، اختار هذا، طبعا حيجيك بالشكل هذا. جميل، احنا اللي يهمنا الآن المجلد اللي اسمه أندرويد، اختار أندرويد، نجي هنا نختار أندرويد بروجكت. جميل، نيكست. الآن لاحظ في البروجكت هنا يبغى اسم المشروع، اسم المشروع احنا حنستخدم اسلوب ثابت اللي هو اي اللي هو من اكسرسايز بعدين 001، المشروع الثاني نسميه 2 وهكذا نرقمها. طيب طبعا نعطي نيكست، نختار كرييت نيو بروجكت ان ورك سبيس، نجي هنا. الان يقول لك تشوز ان اس دي كي تو تارجت. الان احنا نبغى نستخدم، يعني باختصار كده يقول لك انت مشروعك او برنامجك تبغى يشتغل على اي اصدار او ما هو اقل اصدار تبغى برنامجك يشتغل عليه، هذا المعنى. طبعا احنا نبغى نبدا من الاصدار رقم 4، هذا اللي يهمنا اندرويد. فانت لما تختار هذا الشيء انت كأنك تقول انا ابغى مشروعي يشتغل على 4 فما فوق كذا. طيب نيكست. الان نجي هنا اختار اسم الابلكيشن اللي حيظهر للمستخدم اثناء استخدامه في الجوال، احنا حنخلي بنفس اسم المشروع E001. نجي للباكج نيم، الباكج نيم لازم يكون اسم، لاحظ لو كتبت انا عبد الله لسه معطيني ايش؟ معطيني خطا، نقول دوت عيد. الان قبله ليش؟ لانه اسم الباكج لازم يكون فيه دوت واحدة على الاقل، يعني اسمين. طيب عند المبرمجين في تقليد متبع انهم يحطوا اللي هو اسم الموقع بالمقلوب بعدين اسم البروجكت، يعني انا اسم موقعي عبد الله عيد دوت نت، كيف حيكتب؟ شوف هو يعني قبل هذا الشيء، لكن كيف يكتب؟ يكتب بالشكل ده، نت دوت عبد الله عيد دوت اسم البروجكت. هذا هو التقليد المتبع، لكن انتبه بالنسبة لحكاية الباكج نيم فالموضوع جدا مهم، فاختار اسم الباكج بشكل كويس. ولاحظ لازم تكون الابلكيشن تبعك، يفضل انه دائما تبدا بنفس الباكج، يعني لو كان مثلا انت عندك مشروع انت يعني تسوي مشاريع او مجموعه مشاريع، يفضل انه الجزئيه الاولى تكون ثابته، يعني عبد الله نيت دوت عبد الله عيد مثلا دوت نت وورك دوت اي 001. انا الان صنفته على انه ترى نيت من شبكه عبد الله عيد، يعني اقصد من موقع عبد الله عيد، بعدين مصنف على انه من برامج النتورك، بعدين اسم المشروع. هذه فكره بسيطه، يعني ما هو الزامي، لكن هذا التقليد المتبع. فمثلا تلقى مثلا مشاريع جوجل كوم دوت جوجل دوت ومعطينك اسم المشروع هنا بالشكل هذا، فهذا التقليد المتبع. انت حاول تكون نت دوت عبد الله عيد زي ما انا اسوي دوت خلاص الاسم اللي بعدها، يعني دائما خلي الاسم الاول ثابت في مشاريعك. وعلى فكرة هذه التسمية مهمة وبعدين حنسلط الضوء عليها. هنا كرييت اكتيفيتي بعدين حنتكلم عنها، هذا فيما يخص الاكتيفيتي، هذا اسم الكلاس اللي حينشا للاكتيفيتي. هنا مينيمم اس دي كي، طبعا احنا اخترنا اللي هو 4 الاصدار الرابع، لاحظ عشان كذا جاب لنا ايش 14. كل اس دي كي له رقم، كل اس دي كي له رقم، فاحنا هنا قلنا له ايش؟ قلنا له مينيمم اس دي كي، يعني اقل اس دي كي يشتغل عليه البرنامج. فاحنا اخترنا الاس دي كي رقم 14 اللي هو يوافق الاصدار الرابع، فاذا انت وضعت هذا الشيء خلاص ما حيشتغل الا على ايش؟ الا على، شوف احنا كذا اخترنا 13 بس احنا ما نبغى 13، احنا نبغى مين؟ نبغى 4، لان ذكرنا في السابق انه احنا بنبغاه يشتغل على ايش؟ على الرابع، اقل شيء الرابع. فهنا انت لما تقول مينيمم اس دي كي انت تقول ما حيشتغل الا اقل شيء لازم يكون الجوال عليه نظام اندرويد 4 فما فوق، يعني زي ما ذكرنا في السابق، انا يعني ذكرتها سابقا من باب يعني التوضيح فقط. الان هنا في المينيمم اس دي كي وضحت. طيب
فينيش. الآن لاحظ معايا، انشا لنا المشروع مجلد عادي، نبغى نعرف التفاصيل، حشرح انا ان شاء الله تفاصيل كل شيء، بس حبدا بالمهم، ومع كل خطوة نحتاج فيها مجلد حشرح ايش فائدته. اللي يهمني الآن مجلدين او مجلدين طبعا، وحاجة في المجلد الثالث. طيب المجلد الاول SRC، هذا فيه السورس، لاحظ الباكج اللي انشأناها net.abdallaid.e001 اللي كتبناها في النافذة. لاحظ هنا الآن اعطانا الاكتيفيتي، كليك طلع لنا الكود. هذا الجزئية الاولى احنا حنبرمج هنا. طيب فين الجزئية الثانية؟ الجزئية الثانية هنا في مجلد جين، احنا نحتاج نعرف ايش معنى ار. هذا ار دوت جافا يتم توليده بشكل تلقائي، حنعرف ايش فائدته. بعدين اللي يهمنا مجلد الريسورس، من اهم المجلدات مبدئيا، حنهتم بمجلد لاي اوت. جميل، فنجي هنا للمين دوت اكس ام ال، هذا اللي يهمنا، هذا اللي فيه الويندو اللي احنا ننشئها. فاحنا نحتاج الاس ار سي، ونحتاج الريسورس حاليا، ونحتاج نفهم الار، بعدين حنفهم ايش معنى الار، ونحتاج مجلد اللاي اوت عشان اكسمين دوت اكسمين عشان نقدر نرسم الواجهات. بعدين حنعرف معنى كل مجلد وايش فائدته لما يجي وقته. وهذه هي الفكره الاساسيه ببساطه.